الفريق حنا راه في كما يقول لك في ديناميكيه الفوز، تقريبا رانا في مرحله العوده وين حققنا عده انتصارات خارج الديار. نظن باللي رانا نحضروا بصفه عاديه كما جميع المقابلات، صح مقابله هامه. الحمد لله التعداد راه مكتمل، 26 لاعب راهم كاع مكتملين، عوده غوار بعد العقوبه، نظن استنفذ العقوبه، الحمد لله اللاعبين كاع جاهزين، ما كانش اصابات، ما كانش عقوبات. لقاء تاع ثلاث نقاط، حنا نتمنوا ان شاء الله نكونوا على جاهزيه ونكونوا في الموعد، ما نفرحوا الشعب تاعنا واللي هم معول علينا. حنا اللاعبين راهم واعيين بالمسؤوليه، ان شاء الله يا ربي هذا كما يقول لك هذه فرصه تاعنا، ان شاء الله من نحقوا حلم الانصار، ان شاء الله نكونوا في الموعد ونحقوا هذا الحلم اللي في شحال من عام ما تحقق.